بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون أتأمرون بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة
ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبح أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر بسم الله الرحمن الرحيم إنا قدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر
وكل صغير وكبير مستطر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنة إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي بينهما برزخ بينهما برزخ مرج البحرين يلتقيان بين
فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.